سلام يا سلام يا أرجح فاطمة عليكي. إمتى الحنان غيحن عليا ونعيش أنا وياك تحت سقف واحد؟ ألا لا محاسين بابا عباس، ما صابني يجري الجوج بطاكسي بلا كريمة، راه غير داير لك خاطرك على ود الكرا. أما هو عنده خطيبته كتشبه الإنجينا جولي. يا إما تخلصي يا كراتي اللي كانت فيك، ولا تجمع عليا قشقشت وتمشي بحالك. أنت هو الخوشة ديال بنتك يا ولا لا؟ كون بغيتي تاكلي كون ما تخصمتي شي مع محاسن. هل فيكتي ما جات يا بنتي؟ والله ما درتها بالعالي، قسما بالله ما درتها بالعالي. راسي لله سبحانه وتعالى، لله لا حول ولا قوة الا بالله. شوف احنا سرقنا بجوج قلت ديالي. ما بقاش تقولي سرقنا، لان السرقة حرام. احنا ما سرقناش، احنا درنا مسرحية وعطينا لديك المرأة إحساس. هذيك بنيته وبابا قفية بزاف. شوفي بنت الناس، البارح كانت ضربة بسيطة وقلنا ما كاين باس ودوزناها بالماء، دابا كتبان لي حادة أخطر. لا حول ولا قوة إلا بالله، العظيم واقيلا مات. إيك نجيب لنا آخر. عباس علمني كلشي، حتى الحوايج اللي كيخصو المرأة. قبل كنت متزوجة، دابا راني مخطوبة. خطيبك فين هو؟ خطيبي كيجي عندي مرة مرة. ماشي حرام؟ عرفتيني جانا؟ لا ما عرفتش. ما عرفونيش. ما عرفونيش. انا ولد خالتي مول الباش.